هون بتصور قاعدين، هون قاعدين بزبطوا في الكاميرا. هذا قاعد بنزل ستوري على انستغرام. وهلو، كيف حالكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد. في عندنا اليوم تجمع ليوتيوبرز، خلينا نعدهم على السريع. 2 4 6 معي 7 8 احنا 10 يوتيوبرز. فاليوم احنا متجمعين زي ما انتم شايفين، احنا بالساحه الهاشميه عند المدرج الروماني. خلينا نعرفكم على الشباب الموجودين هسه، بعدين احكي لكم شو رح نعمل ان شاء الله بهذا اليوم. اول شخصيه معنا اليوم هيها جنبي، هي جنبه قاعد بصور. اوه يا كبير، ايش دحوم؟ دحوم شيل الانتاج والاخراج. والله دحوم اخوان، اني كثير بحبه والله، وانا بحبه يعني هيك بني ادم جنتل راقي، اخذ كل البنات اللي عندي المتابعات. لا يا زلمه، بس انا واحده. هذا الحلو فيه، مش نسونجي يعني، انا بخافش يعني عادي. مشكله ان انا مرتبط يعني على الفاضي، كل يوتيوبر مرتبط. ديروا بالكم، الله احلام، ديروا بالكم عليه يتجوز يا اخوان. بعدين دحوم اليوم مشتري اوزمو اخوان، لقيتها في الشارع واخذتها. بس اللي مضيع اوزمو يبعث لدحوم على الخاص تمام عشان ياخذ. طلعنا هذول يا جماعه بصوروا قاعدين فيديو كليب. هلا والله، الريح يسكر بيدقني. يلا ايش كبير عمار بالرب، ايش الوارد حبيبي. عدي مازن، هلا والله، ايش كبير. طبعا عدي اول مره بشوفه. عمار اكثر اثنين بحبهم من هذول الثلاث، عمار وعدي. يصور حبيب قلبي، فرصه سعيده. سامح حسيت بالي يعمل فلوج هسه، طبعا خطر بالي فجاه. فلوج يلا بنصور، يلا ايش رايك؟ هيك الموضوع، ما كنتش مخطط. خلص تزبط. هلا هلا حبيبي، سلام. عبد الوارث، لو مقابلاتك هسه نسوي معك مقابله. انا ما تدخلنيش في الفيديو. شو عمار بتسوي انت؟ انا بصور اغنيه تراب. اغنيه تراب عشان شاركنا فيها. ايش بدك تخليني اعمل حركه؟ فرجيهم تيكوندو هاي اخوان. بدي اعمل دور بطولة محمد رمضان انا. اه طبعا، بما انه انت حركات وهيك، شو رايك؟ شو انطباعك باللي بدي اعمل حركة في الفيديو؟ انا معك خلاص، عادي روح. بس اعمل لك معلم هيك جملة تكتيكية، شوية حركات. طبعا شو راح يكون الاكشن؟ بخبطه خيط. بلاش كنت متعصب تمام؟ بتخبط من هنا؟ اه بتعصب. حلو، برجع خيط، بعدين انت بتورجيني حركاتك هاي الاسطورية. تمام، تعمل لي هاي. هسا مين بطل الفيديو راح يكون؟ ايه طبعا انت. فكرت انت لانه بلشت لك الضربه وانت البطل، مش حتزبط. يلا ان شاء الله بالتوفيق معلم، يطلع فيديو كليب. لازم يشوفوه. بس نسمع الاغنيه قبل. احنا ما سمعتك اياها. خلاص بس خلينا نخلص الشوت الاول. بس يلا صوروا الشوت الاول. يلا يا جماعه، هسه معنا يوتيوبر عراقي مقيم في الاردن اسمه هوك. عرفنا على حالك معلم. انا بكير من العراق، ليفن اوب من 2007. ما شاء الله، بعمل فيديوهات جيمنج. الحمد لله قبل اسبوع تقريبا تهكرت قناتي عليها 500,000، وهينا راجعين على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله انها ترجع باذن الله تعالى. وصلنا مع اليوتيوب. انا اليوم طبعا تعرفت على هوك وما شاء الله عليه، يعني والله انك بني ادم رائع وتشرفت كثير لما عرفتك. وهينا لسه هسه بلشنا الطلعه، راح نتعرف على بعض اكثر ان شاء الله. والله للشرف. يسعد قلبك. يسعدك. شكرا لك. طبعا يا جماعه، منطقيا بس تطلع مع يوتيوبرز راح يكون اغلب حكي على اليوتيوب وتجمعات وصور ومصور. هسه افرجيكم بس شو بيعملوا قاعدين. شوف يا اخوان، هون بتصور قاعدين، هون قاعدين بزبطوا في الكاميرا. هذا قاعد بنزل ستوري على انستغرام، هذا صفن فيي. هذا ايش قاعد بابصر؟ شو قاعد بشوف التليفون. هي هون برضه نفس الشيء، هي هون كمان بتصور. 45 تجيبوا شهادة على ظهري يا زلمة. يعني انا ضليت استنى فيك على ما تيجي بصراحه. حسيت انا ضليت استنى، ما بلشتش الفلوج غير بس جيت. يعني شو احلى شيء اللي صار جهاد، اخر واحد بلش فلوج واول واحد بيخلص الفلوج على السريع. اه 3 دقائق، اول واحد بيعمل فلوجات في الوطن العربي. اه فلوجات صورهم بحطهم. مرحبا شباب، اليوم نروح الرمثة. سلام، وين كنتوا؟ يلا سلام عليكم. مرحبا شباب، بروح الحمام، ياخذكم معي الحمام، تعالوا. لا كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ هيك فلوجات الفيصلي. هي بلشت المباراه، بعدين بعمل لك كات ولبسه. اخوان الدنيا شتا، روحت على دار. يلا لك فيديو مباراة الفيصلي. دحوم لا دحوم خليك ماشي. شلو عياط يا جماعه؟ انا وهوك نروح نلف نصور له هيك مساعد. انا مساعد اليوم، نروح نصور فلوج هيك حوالين الساحه الهاشميه عند المدرج وهيك. فلوج خرافي راح يكون للركب يا جماعه. معانا بدر. يا اخي اسمك بحسه تاكيد انه بدر. يا اخي انا اسمي والله انا مش مصدق انه بس ايش عيلتك بدر؟ اسمي عيلتي بدر واسمك بدر. طب ليش مش مسمي حالك مثلا بدر بعدين اسم ابوك؟ شو اسم ابوك؟ عصام. لا بدر عصام اسمه القناه. اه يصير بدر عصام. ليش بدر بدر يعني؟ بدر يعني لما تسمع بدر مش بتقلق براسك؟ اه جذاب شوي. انا حطيتها هيك لانه حاليا في ناس جد من الصف الاول لحد الان معي ما بيعرفوا بتذكروا اسمي، يعني مستحيل هذا ينسى اسمي. طب والله لفته جميله. لا اسمي يعني جد. يلا بدي اكل. يلا
جد متابع ايش حبيبي صبه انت من وين من متى داخل معنا ممكن اتصور معك يا جماعه ما هو برضو انت يعني لازم يكون في عندك ادب انه قاعدين الناس بيصوروا فيديو بما انك انت مجرد فان فان واحد نحكي بس لو سمحت لا والله حبيبي القلب عمار الاحمر احمر هاي لازم تكون عين الاعتبار احمر فالنتاين بدر مش راح يكمل معانا مش راح يضل معانا انا والله بتطلع لانه مشغول بدي اروح والله عندي مشوار فانا متاسف بس اجي اشوف بدهم العزومي هذا احا عزوم على 100,000 كمان بصير على 100,000 كمان كم يوم ان شاء الله المهم بدر تشرفت انا كثير فيك والله الله يا حبيبي اسامه الله يسلمك وانت انت مال الشباب تشرفت فيك وتشرفت فيك وخلص طلعني انا معك منتصر تشرفت انا طلعني معك لا تكذب يا زلمه تشرفت فيك انت ما طلعت تشرفت فيك يا رب طلعني يعني يا رب تروح ايش هي ترى رحله وين رحله تامر سلوادي الله يسعدك صح سلوادي تامر السلوادي يرحب بكم شو مكتوب هون nobody can you destroy your dream بالعربي لا لا احد يمكن ان يحطم احلامك متاكد انت من الحكي هذا يسد دينا تامر كم صار عندك هسه هسه 9400 يلا ان شاء الله المره الجايه اللي بشوفك فيها يكون عندك 50,000 اكثر مني انا بوصل اليوم 40 ان شاء الله 40,000 جد تحكي 39,850 ضايلين 150 طب يلا قوم ناكل كنافه بسرعه طب لا على 50 انت كل شيء كنافه يا زلمه زي المنشار رايح ماكل راجع ماكل طبعا هون عبود يا اخوان عبود راح صور معاه فلوق ان شاء الله قريبا مبدئيا عبد الوارث بني ادم مرتب السلام عليكم هلا هلا والله حبيبي بعمل مقابلات تحدي طب عرفنا انت عن حالك ليش انا بحكي قاعد انت يوتيوبر عندك لسان احكي عم انا اسمي عبد الوارث رائد عبد الحميد الهلاوي دفتر العيلة رقم وطني اسم الأم أنا بعمل مقاولات في الشارع في الأردن ومقالب جامعة اجتماعية مختصة دول ثلاث شغلات وطبعا أسامة من الناس المحترمة من الناس الفخمة على اليوتيوب يسعد دينك حبيبي عبد والله حبيبي ايش لازم نحكي هسه عشان أعرف متى راح توصل 100,000 إن شاء الله اليوم الصراحة أنا أشوف لما بديت يعني أول السنة كنت حاطط 100,000 نهاية السنة بس الحمد لله يعني هي شهر 8 وأنا عندي 93,000 ما شاء الله فأتوقع نهاية الشهر الجاي بيكون عندي 150 إن شاء الله يا رب إن شاء الله يعني في عندي في حلقات كثير راح تكسر تعمل ترند إن شاء الله كنا آخر شباب فرطنا يا جماعة وحياة الله إذا صار ترند طلع مش قادر إحنا جماعة كنا واقفين هون بالساحة الهاشمية زي أنتم شايفين بس بدنا نروح نقعد بكافيه او نروح نتغدى نعمل لنا شيء هيك مفيد ونقعد برضه بالظل يعني فخليكم معنا لو سياره تشيلكم كلكم تشيل اليوتيوب الاردني كله مع بعض هيك سياره تشيل اليوتيوب الاردني كله هيك فينا نص مليون يا رجل ما تضرب اقول ما تصب جماعه تامر بيسالني اسئله وانا حاط ايدي هون على هاي تبعت الصراحه يا صراحه يا كذب هاي الشباب كلهم قاعدين خلينا نشوف بتكهرب ولا بتكهرب بس بموت ولا ما بموت هل دخلت يوتيوب عشان مصاري؟ لا والله عشان مصاري مين هو اكثر يوتيوبر بتحبه بتتابعه وهيك ناجي القاضي متاكد ثبت لي منيح راح تكهرب معي شيء لا ما راح تكهرب لا انا حكيت صح حب اكثر يوتيوبر بتحبه والله بحب ناجي والله اكثر واحد شايفه هيك انه جندل وخرافي بالقعده هاي مين ولا واحد ولا واحد شيل ايدك مين يلا احكي والله كلهم ما شاء الله لا كلهم كلهم ما شاء الله كوستا يا ميلك تشيك لا انا بس الميلك تشيك بحبه اكثر من كوستا هاي اول قناه عشان ارجع اليوتيوب يا اخوانك 3.5 مع شو انا شو طلبت منه ميلك تشيك اوريو لا نوتيلا شو معطيك إذا هي نوتيلا تشبه كل شيء للنوتيلا كل شيء للنوتيلا جايب شوكولاتة من 10 قروش خلطها على الخلاط الله يهديك عمار بإيش سرحان حبيبي والله برد على المتابعين فديت فديتك يا زلمه اوف طلع طلع يا اخوان الإثار الشباب كلهم قاعدين بيحكوا مع بعض هو قاعد ايش بيعمل برد على المتابعين عشانه كذاب خايف الثاني ما بيخاف يا بي الكذب مبين عليك والله بحب محتواك وحياتي شو سأله اذا بتحب محتواه ولا لا الكذب تبعه والله اللي بحب محتواه ليش تنافق ركان ركان ليش بتنافق يا زلمه حل عني ليش بتنافق ركان اذا والله ما هو منافق لا 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 سلام لا جد تامر روح معهم تامر خطص المكان اصلا في مرضى من هون تعال نعملهم حفلة وين وين